السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوانت تدويني، إن كنت تظن إنك تحت البلاء فانتظر حتى يأتي الفرج. نعم، ودوانت التدوين الأخرى، فإن كنت تظن إنك تحت العقاب فابدأ بالاستغفار وغير من حالك، تب من هذه الذنوب. فعلق الذين لم يرقهم إني قلت إنهم تحت العقاب، أن من يظن إنه تحت البلاء سينتظر إلى ما لا نهاية. نعم، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هنا إن شاء الله هذا عمل. نعم، أطعمت القطط، أطعمت القطط، وممكن أنك تسأل الله في هذا العمل. طبعا وضعت لهم الدواء في هذا الأكل اليوم، شريته وضعت لهم الدواء، وممكن إني أقايض الله جل في علا في هذا العمل، أن أسأل يا رب إن كنت تعلم إن هذا العمل وخالصا لوجهك الكريم فأعطيني مسألته. وأنت ممكن تعمل هذا العمل وتسأل الله أن يبين لك الحق أين هو. نعم، اسمع، إذا بدك تظلك عايش في وهم فلك ذلك. إذا بدك تظلك عايش في وهم وتظن إنك تحت البلاء فلك ذلك. أنت حر، مبسوط على حياتك، أمورك طيبة. والله لو كانت أمورك طيبة ما جئت إلينا، وما جئت إلى قناتي، وما جئت لتبحث عن الاستغفار وعن سورة البقرة. لكنها أمورك معطلة حتما 100%، أمورك معطلة وأنت يعني مش عارف كيف تخلص. فحبيت أني أبين لك، حبيت أني أبين لك لأني كنت مثلي مثلك. نعم، كنت ضايع 40 سنة بتيه حتى أطبق الله علي كل شيء، فأغلق علي كل المغاليق، أغلق علي أبواب الرزق، أغلق علي أبواب كل شيء، حتى من حولي، كل الأمور مطبقة مغلقة. يعني أمور يعني حياء. نعم، عندما يريد الله أن يعاقبنا جل في علا ستعرف أنك تحت العقاب، يغلق عنك كل باب. لكن إذا أنت بتظن أنك تحت البلاء فلك أن تنتظر وتنتظر وتنتظر، وتغير تجارة، وتغير بيت، وتغير زوجة، وتغير سيارة، وتغير شغل، وتبدأ تبقى في التغيير اللامنتهي. تظن أنك ستجد ضالتك في هذا التغيير، ربما تغير الزوجة، ربما تغير العمل، ربما تغير السيارة، ربما تغير كل شيء، لكنك لا تغير شيء من نفسك. لكنك لا تدري يا مسكين أنك تحت العقاب. نعم، العقاب الرباني، العقاب الجماعي لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. يا أخي، إذا سألتك كم سؤال، هل عندما تسأل أول ما تسأل تسأل الله؟ يا معاذ، إذا سألت فاسأل الله. هل أنت واحد منهم الذي يعني أول ما يهرع إلى الصلاة ليسأل الله؟ مثلا يسأل الله في كل صغيرة وكبيرة، بده يغير شغل بيسأل الله، بده يشتري سيارة بيسأل الله، صلاة استخارة كذا يعني من هذا الباب، بده يزوج بنته بيسأل الله، بده يتزوج بيسأل الله، يا ربي هاي الزوجة صالحة لي ولا لا، يقايض الله، يعرف هذه الأعمال التي يعني يقايض الله فيها، إنه الله يوفقه ويسر له أمره ويعطيه مسألته ويعيدها حتى يتحقق ويتجلى. من أين هذا الكلام؟ طبعا ثلاثة الذين أخذهم المطر فآووا إلى غار، فصالوا الله بصالح أعمالهم، وهذا عمل صالح، نسأل الله فيه أن يبين لنا الحق، يعطينا مسألتنا، يرفع عن الكرب. فيا أخي، الوهم المريح لن يفيدك. الوهم الذي أنت تعيشه أنك أنت تحت البلاء والأمور هكذا سوداوية، لا، لن يتغير شيء. يعني يكتب لي كتابات، أنت لا تسمع ولا تقرأ كل الكتابات التي يقرأها. انظر إلى أفراحنا، انظر كيف نزوج إحنا، شوف الرقص والغناء والعري والخلط، انظر إلى سلامنا، انظر إلى صلتنا للأرحام، انظر إلى القروض الربوية، وانظر إلى التبرج، انظر إلى، هل تظن أنك عن جد تحت البلاء؟ والله إن كان تظن أنك تحت البلاء فخلاص، لك الله، لك الله. عندما يشد الله أكثر عليك لربما تفهم، عندما يغلق عليك أكثر وأكثر وأكثر ستفهم أنك تحت العقاب ولست تحت البلاء.
لكنك إن أدركت أنك تحت العقاب فهذا أسرع أسرع نام تتوقف عن هذا الذنب الذي أنت مصر عليه، ذنوب تصر عليها، الخلط والاختلاط وأكل الربا والزنا والإباحيات والقال والقيل والسب والشتم، كل هذا يحاسب الله عليها. فإن أنت تبت وبدأت بالاستغفار ولزمت الاستغفار، نعم سيرفع الله عنك ويغير حالك. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. يا أخي لا تأخذك الحمية، لا تأخذك الحمية، يعني الله يريدك أن تكون عبدا لله وليس عبدا للشيطان. انظر إلى حياتنا، نحن نعبد الله كما نريد، الصلاة أشياء ثانوية عندنا. يا أخي حتى لو كنت مصلي، وأنا مصلي، نعم كنت مصلي وحجيت والحمد لله لا أفوت لا فرض ولا أفوت كل هذه الأمور، الحمد لله رب العالمين، في منظور الناس أنا مستقيم، في منظور الله أنا إنسان متفلت ولا أعرف الله، في منظور الله، لأنه أنا هذا ما اكتشفته بعد ذلك عندما استقمت على أمر الله وأديت حق الله كما يجب. تغير الله حالي، تغير أحوالي، عرفت الله، تقربت إلى الله، أعرف كيف يحاسبني الله وكيف يمنعني الله، الآن أنا أعرف. فإذا بدك تبقى في تيه وتظن إني أنا أقول لك والله نحن شبابنا ملاح، لا كذلك، شبابنا ملاح جميل، ابقى في شبابنا ملاح حتى تصل إلى يوم لا تجد قطعة أرض تبني فيها البيت، إلى لا تجد الزوجة الصالحة، لا تجد حتى يعني حتى تحتار من أين تأتي بعروس، لربما وما فيش، وإذا وجبت العروس لا تجد الفلوس حتى تبني البيت، ولا تجد قطعة الأرض حتى تبني المجدد الفلوس، وهكذا فستبقى في هذه الحالة وتظن إنك أنت تحت البلاء. لا والله، لا والله، ما هذا بلاء، هذا عقاب. تعرف وين يأتي البلاء؟ عندما تقلع عن كل شيء وتقبل على الله مستغفرا تائبا، نعم تعبد الله كما يحب ويرضاه، تؤدي الصلاة في وقتها، نعم صلاتك بالأرحام، كيف صلاتك بالأرحام، كيف أنت والربا، كيف أنت والغناء والطرب والموسيقى وكل هذا، كيف أنت والقال والقيل والسب والشتم، كيف أنت وحقوق الناس، كيف أنت ومعاملات الناس. عندما تمتثل لأوامر الله، نعم تدخل في هذه المرحلة في بلاء التصديق، هنا بلاء التصديق يبدأ. سيبتليك الله بالصبر حتى تقطف ثمار ما فعلت من استغفار ولزمت الاستغفار، ولكنه يرسل لك الله إشارات أنك على خير، من باب استغفرنا فأمطر الله السماء، رأيت رؤيا جميلة، لربما فتح عليك قليل من الأرزاق في البداية، ثم يبتلي صبرك هل أنت مصدق، فيريد الله رجال. نعم، أما إذا بتحب الوهم وتبقى في الوهم وتظنك أنك على خير، لك ذلك، أنا ما إلي علاقة فيك، ما إلي علاقة فيك إطلاقا إطلاقا إطلاقا. أنا أتكلم عن الناس الذين فهموا وعرفوا أنهم تحت العقاب. فعندما نفهم أننا تحت العقاب، يعني عندما تشخص المرض ممكن أنك تعالج هذا المرض، وهو مرض الذنوب والإساءة للناس وأكل الحقوق. فعندما تشخص تعرف أنه هذا هو الطامة الكبرى التي يعاقبك الله عليها، ونسب فضل الله عليك لغير الله، وإذا سألت فتسأل غير الله، وتظن أن رزقك عند غير الله، عند غير الله، فتنبطح تحت أقدام الناس وتذهب إلى البنك طاير بالطيارة، تطير إلى البنك عشان يعطيك قرض ربوي، وهكذا أنت في حرب مع الله، والله يحاربك، وتقذف الناس وتسب الناس، فحرب أخرى يجهنها الله عليك، وأكال ربا وأكال حرام وكذب وهكذا، ولكنك لربما تصلي. نعم، لك يا أخي هذا شأنك، لكنك إن أدركت وعرفت فلا تقل لي لماذا ستنتظر، لأن انتظرت كثير، أنا كنت أصلي وما شاء الله علي، لكن في كم هناك بعض الذنوب التي عاقبني الله ومنعني، إذا كنت بدي أقول عنها لكن الله سكر كل شيء هكذا. إذا أنت مش فاهم قبل أن يغلق عليك كل شيء، إذا أغلق الله عليك كل شيء ستفهم كلامي.
لكن إذا كان بعد في شوية أشياء مفتوحة، سبل مفتوحة عليك، فستقول من أين لك هذا، أو لماذا تقول هكذا. الله غفور رحيم. إذا الله غفور رحيم لا يعاقبك، جميل جميل. الله غفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب تاب تاب، بتعرف شو يعني تاب؟ انتهى عن الذنوب، انتهى عن الغيب والنميمة، انتهى عن قروض الربوية، انتهى عن ظن بنفسه انه خير الناس، انتهى عن اكل الحرام، انتهى عن انه يعبد الله كما يريد، انتهى عن تأخير الصلاة، انتهى عن لا أدري، عن حب المشاهير، ويعني العشق المشاهير والغناء والكلام، كل الكلام عن لاعب كرة القدم بالليل والنهار، نفس اللاعب كرة القدم، وأينما يجد ليل نهار لاعب كرة القدم في باله، والأخبار وكل هذا. هذا هو بيت القصيد. فإن كنت تظن أنك تحت البلاء فلك ذلك، انتظر الفرج. لكن أنا أبشر الذين عرفوا أنهم تحت العقاب وبدأوا يغيروا من أحوالهم ويتركوا هذه الذنوب، أنا أبشر، لأني أنا هذا مما وجدت، وهذا ما يقول المولى عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم ويستغفرون، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهم مؤمن فليحيينه حياة طيبة، يعني ولا يزال عبدي يتقرب إلي. إلى خلاصة الحديث: وأحب ما تقرب إلي عبدي فيما افترضته عليه. فالفرائض ليست فقط الصلاة والصيام والقيام، نعم، إنها النواهي: نهاك عن أكل الربا، نهاك عن الغيبة والنميمة والسب والشتم وأكل الحقوق، نهاك عن الخمر والميسر، نهاك عن الإباحيات، نهاك عن أشياء كثيرة. فهاي من الفرائض، عندما تؤديها سترى الفرق، سترى كيف الحياة تغيرت وانقلبت الأمور رأسا على عقب لصالحك، عشان تعيش الحياة الطيبة الكريمة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أنا فقط لحبي للمسلمين أحببت أن أبين هذا الأمر، أنك عندما كلما ظننت أنك على خير، يعني نعم زبط لنا ستيريو، بدنا نساوي فرح للولد، أحلى ستيريو وأفضل عرس في البلد، ونباهي الناس في هذا العرس الفرح للولد، ونتبرهج ونحرق فلوس ما أنزل الله بها من سلطان، ثم نقول إن الله غفور رحيم، لكذلك. لكن الواقع، انتظر الجواب بعد ذلك، انتظر الجواب. وأنا سبحان الله حبيت أني أبين لك هذا الأمر قبل أن تجد نفسك لا تعرف ما السبب. إنها الذنوب. أنت تظن أنك خلقت لتكون في هذه الدنيا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. نعم، فأنت خلقت لعبادة الله، فعبادة الله نعم تكون في الشغل، في البيت، في المدرسة، في الطبيخ، لكن ما تمنن الناس، ولا تكون منان، ولا تكون غيب ونميم وأكل وسب وشتم. شبع. نعم، فهنا بيكون حالك مليح. انت بتقرر، ولكن ان لم تجد من هذا الشيء الذي انت بتظن انك على خير وسيأتي الفرج، لربما، الله اعلم، انا لم يأتيني الفرج عندما كنت متفلت وكنت اصلي واصوم، واذا كان علي زكاة، وان كان صدقات ونفقات وقيام ليل واثنين وخميس مرات وهكذا اصوم اثنين وخميس، نعم، ولكن لم يرفع الله شيء عني حتى تبت. فلك انتظر، ابقى. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير، وفقكم الله، فتح الله عليكم. فالله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم، انك تشوف يعني بلدك، كل هالبلد في ضلال، فهذا لا يدل انك انت على خير. الشخص في جماعة ما اقام الدين وما أقام سنة رسول الله، حتى لو كان وحيدا، وحتى المولى عز وجل يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس هكذا، أكثر الناس في ضلال مبين، أكثر الناس لا يعلمون لا يفقهون هكذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ووفقكم الله.
لو فتح الله عليكم هذا العمل الذي عملناه أطعمنا القطط فيه، ممكن أنك تسأل الله فيه: يا رب إن كنت تعلم إن هذا العمل الذي عملته هو خالصا لوجهك الكريم فأعطيني مسألتي. لكن لا تتوقف عند هذا العمل فقط، وعمل كمان عمل وكمان عمل وكمان عمل، وتوب من الذنوب عشان تصير تأتي النتائج. والله عندما تتوب من الذنوب تبدأ تأتي النتائج، مش بتقول والله سألت الله وسألت الله. عندما بيقول لك يوم الجمعة في دعاء مستجاب فسيستجيب الله لك، عندما إذا هاي المقايضة اللي أنا بسميها مقايضة زبطت معك ونجحت وأخذت شيء من الله فيها، فاعلم إنك أنت على خير، سيعطيك الله في كل موسم فيه، يعني يوم الجمعة في ساعة قبل الغروب مستجاب الدعاء للصائم، استجاب الدعاء ستراها كل شيء ستراه، لكنك إن كنت بعيد أدعو وما دعاء الظالمين إلا في ضلال، فهو ستبقى تدعو وتدعو. نعم، رب أشعث أغبر، مأكله حرام ومشربه حرام وغذية في الحرام، ويقول يا الله يا الله يا الله، فأنا يستجاب له هذا لا يستجاب له. اجعل مطعمك حلال، ولا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر، وليشكن الله يسلط عليكم عذابا تدعونه لا يرفعه، تدعونه ولا يستجيب، لا يستجيب. هنا شايف كمان لا يستجيب، وتقول أنت خليك في وهمك، وأنا حبيت أني أبين لك أنك أنت في وهم، فأفضل أنك تعرف أنك أنت تحت العقاب، فتعود وترى الخير العظيم من عند الله، وترى محبة الله لك: لئن أتاني عبدي مشيا أتيته هرولة ترها في أم عينك. نعم، المستغفرين رأوا هذا في المطر، رأوا الله كيف أن فتح عليهم، ولكن المصدقين والمشمرين الذين لم يبقوا يبحثوا كيف نستغفر وكم نستغفر، ابقى استغفرتم من هذه الذنوب ظلك مستغفر حتى يفرج، اطرق هذا الباب، استغفر الله استغفر الله، هذا طرق لباب الله مصدقا إلا الاستغفار، فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بارك الله فيكم. سأتبع على الفيسبوك تعليقات بعض الإخوة والأخوات: لماذا أنت بتقول فش فرج؟ لأنه أنت تحت العقاب، عندما تتوب تنتقل إلى البلاء الذي سيرفع الله فيه عنك العقاب ويعطيك مسألتك بعد أن تصبر قليلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.